أهلا بكم. عمل الغزو الأمريكي عام 2003 على تمكين حلفائه من القوى الطائفية من السيطرة على كل مفاصل الدولة العراقية وترسيخ الطائفية السياسية وجعلها نهجا ثابتا في المشهد السياسي الجديد في العراق، بدءا من تشكيل مجلس الحكم على أسس طائفية وعرقية، إذ تحول هذا التقسيم لاحقا إلى انقسام مجتمعي خطير. تعرضت الطائفية السياسية في العراق إلى ضربة موجعة بعد اندلاع ثورة تشرين عام 2019، والتي هاجمت العملية السياسية وكل قواها الطائفية وطالبت بإسقاط هذا النظام الطائفي الفاسد. وقدمت هذه الثورة في سبيل هذا الهدف الوطني نحو 700 شهيد، لكن برغم كل ذلك ما زالت القوى الطائفية متشبثة بنهج المحاصصة والطائفية، وهو ما تجلى في التعيينات الأخيرة للكاظمي وإدراج المذهب، كما جرى من إدراج للمذهب في قوائم قبول طلاب الكلية العسكرية. دوافع إصرار قوى العملية السياسية على التشبث والتمسك بالمحاصصة والطائفية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي آفاق الطائفية السياسية التي حولها الاحتلال الأمريكي إلى ظاهرة سياسية اكتسبت بعدا رسميا في العراق الجديد بعد 17 سنة من الغزو الأمريكي؟ وهل ظلت هذه الطائفية محصورة بقوى العملية السياسية الطائفية والعرقية فقط، أم إنها تمددت إلى المجتمع العراقي؟ ولماذا أصبحت الطائفية السياسية أضعف وأقل جاذبية وتأثيرا في المجتمع العراقي في السنين الأخيرة، ولم تعد لها آذان مصغية كما كان الحال بعيد العام 2003؟ وما هو دور ثورة تشرين في إضعاف الطائفية السياسية وتعرية أصواتها ودعاتها من قوى العملية السياسية الطائفية والعرقية؟ وهل ستستمر القوى الطائفية وميليشياتها تعتاش على إثارة النعرات الطائفية ومحاولة استدعائها كلما ضاق عليها أو ضيق عليها الخناق وحشرت في الزاوية الوطنية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، مثنى عبد الله، عبد الحميد العاني. بعد كل فشل وعند كل أزمة يعزف السياسة في العراق على الوتر الطائفي، ويحاولون اختراق القواعد الشعبية من هذا المنفذ الذي أضر بالعراقيين حتى أيقنوا خطورته على حاضرهم ومستقبلهم. قبيل الانتخابات وأمام اتساع الفجوة بين الأحزاب والشعب العراقي، يحاول الساسة تقليص هذه الفجوة عن طريق الاستثمار الطائفي أفعالا وأقوالا، سواء عند السنة أو الشيعة، إذ يطلق الساسة السنة تصريحات حول حقوق السنة وحصتهم السياسية والاقتصادية. مقابل ذلك يقوم أشباههم من ساسة الشيعة بحركات عملية من هذا القبيل، كان آخرها نشر أسماء المقبولين في الكلية العسكرية مع التصريح بالمذهب والإشارة إلى النسبة الساحقة للمقبولين من الشيعة، فما لبثت أن أثيرت موجة سخط واستهجان شعبي على ذلك، وكانت بمثابة رد قوي على هذه الطريقة التي تعد جس نبض للشارع حول إمكانية استثماره طائفيا لإيقاف حركة التحرر التي أطلقتها ثورة تشرين. ردة فعل الشارع العراقي الرافضة لمحاولات الاستثمار الطائفي أمر طبيعي بعد تجارب طويلة مع فشل سياسة المحاصصة وجلبها النكبات للعراق مقابل منفعة شخصية للساسة والكتل. معطيات الواقع تبرهن أن ساسة السنة لم يستطيعوا إخراج معتقل واحد أو إعمار بيت في المناطق المنكوبة، فضلاً عن عجزهم عن إيقاف مأساة النازحين وإيقاف أعمال القتل والخطف والتعذيب التي تقوم بها الميليشيات في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة، ووقفوا صامتين كذلك أمام عمليات التغيير الديمغرافي التي تستهدف مناطق حزام بغداد. الشيعة كذلك على مدار سنين طويلة ذاقوا الأمرين من الكتل السياسية والميليشيات، وباتوا يعيشون بسبب الفساد والإهمال في مدن تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، والأهم من ذلك فقدوا مئات الشهداء الذين قتلتهم الميليشيات والقوات الحكومية في ثورة تشرين وما سبقها من احتجاجات شعبية. العراقيون بكل أطيافهم تشربوا مفهوم المواطنة نتيجة النكبات السياسية، وبات وعيهم السياسي
حصنا منيعا أمام أي محاولات استثمار طائفي يلجأ إليها الساسة لضمان استمرارهم في الحكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في إصرار قوى العملية السياسية على الطائفية والمحاصصة واستدعائها في كل مرة. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الدكتور مثنى عبد الله أستاذ العلوم السياسية سيكون معنا عبر سكايب من نيويورك في الولايات المتحدة، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، الطائفية التي شكلت أبرزت ضخمت بعد عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، حولت لاحقا، حولها الاحتلال والعملية السياسية إلى ظاهرة سياسية أو طائفية سياسية، وأصبحت ذات بعد رسمي في الدولة العراقية من خلال توزيع المناصب وتوزيع الإدارات الجديدة في العراق الجديد. الآن بعد 17 سنة على هذه العملية، على هذا الإبراز للطائفية، كيف يبدو حال هذه الطائفية الآن على الأقل من وجهة نظر المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، من البداية كانت هذه يعني هذه الطبخة المسمومة التي جاءوا بها لهذه المحاصصات الطائفية والإثنية التي صمم بها النظام في العراق، وأريد له أن يعمم على المجتمع وعلى عموم العراقيين، وأن تكون كل الحياة العراقية مرتبطة بهذه المحاصصة وهذه التوزيعات الغريبة عجيبة الشاذة التي لم يعرفها أهل العراق سابقا. وكانت هذه جزء مهم وأساسي من مشروع تدمير العراق الحقيقة، وفعلت فعلها وكان لها دور رئيسي في تدمير كثير من الركائز القوية التي كانت في المجتمع العراقي وفي بنى ومؤسسات الدولة العراقية التي كانت قائمة من عام 1921 لغاية 2003. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. كان تشكيل مجلس الحكم بداية لهذه الخطوة. السيد بول بريمر عندما جاء بهذه الطبخة المسمومة أراد منها أن تقسم المجتمع، يعني أفقيا تفجره، وهذا ما فعلوه. لذلك واستندوا يعني فيما بعد على صياغة دستور يتحدث عن مكونات لا يتحدث عن مواطنة، ويؤكد على النسب هذه ونسب المكونات، وصولا إلى الأحاديث يعني القريبة التي بدأنا نسمعها عن التوازن في المكونات. وهذه عبارة حقيقة مطاطة يعني تظهر غباء هذه الطبقة السياسية التي تحاول أن تثبت للعراقيين أنها ذكية، وهي يعني في أوج غبائها، لأن العبارة نفسها يعني يريدون أن يلعبوا بها لكي لا يبدو أنهم يعزفون على وتر الطائفية أيضا، وهو عزف على وتر الطائفية بشكل واضح. الطائفية الحقيقة المجتمع قاومها بكل قوة، لكن مع ذلك هل استطاع المجتمع بكل مكوناته أن يحتوي هذه الطائفية، أن يصد هذه الطائفية السياسية، أن يسقطها؟ لم يستطع. أشكرك دكتور، هذه نقطة مهمة، بس إذا سمحت لي خلينا نحيلها أيضا دكتور رافع إلى دكتور ضيفنا من نيويورك دكتور مثنى عبد الله. دكتور مساء الخير أولا. دكتور مثنى، يسمعني دكتور مثنى؟ أسمعك. يسمعني دكتور. هذه الطائفية التي عمل الغزو إدارة الغزو الأمريكي على التأسيس لها، على إبرازها، على تضخيمها، وقد دعمت كثيرا من إدارة الغزو، إدارة بريمر، وأيضا القوى الطائفية والعرقية التي جاءت مع الغزو وشكلت مجلس الحكم وأصبحت هي الطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم.
هذه الطائفية على الرغم من كل الدعم الذي حظيت به من الولايات المتحدة، من إيران، من الداخل وما إلى ذلك، بدل أن تقوى ويستد ساعدها كما يقال وتقف على رجليه ثابتة، الآن في حالة الطائفية طبعا المجتمعية في حالة من الترنح، في حالة من الضعف والوهن وربما الأفول والتلاشي. ما الذي أودى بها إلى هذا الحال؟ ضعفها أم المجتمع، يعني الوعي الذي تشكل لاحقا عند المجتمع وضربات أضعفها وجعلها بهذا الوهن؟ شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد، وتحياتي للزملاء في المحاورين أيضا. يجب أن نشير بداية إلى أن الطائفية في العراق هي فعل سياسي وليس فعلا انتمائيا للدين. يستطيع الإنسان أن يكون من طائفة ما في دولة ما، لكن انتمائه السياسي ليس للطائفة وإنما يكون للدولة. الطائفي بتعبير مجازي هو ذئب للطائفي الآخر، أما على المستوى الديني لا توجد هنالك مشكلة. الإشكالية الكبرى في التي حصلت في العراق في الحقيقة أنه منذ العام 2003 وحتى اليوم كانت وما زالت المعادلة السياسية في العراق قائمة على عدم وجود قداسة للوطن ولا أولوية له، ولا حتى تعريف واضح لمعنى الوطن في مناهج الأحزاب الحاكمة أيام المعارضة وبعد الاستيلاء على السلطة. بعد الغزو توضح أكثر عدم وجود معنى للوطن لدى هؤلاء من خلال الممارسة السياسية، ساعة يقولون أنهم يؤمنون بالأممية الإسلامية وأن لا حدود وطنية كي يبرروا التدخلات الإيرانية في العراق، وتارة يشبهون العراق بأنهم مجموعة بقع طائفية وأثنية جرى لصقها بعضها مع بعض دون وجود روابط اجتماعية وتاريخية. في مقابل عقيدة عدم الإيمان بوجود وطن، أو في أقل تقدير ليس للوطن أولوية في برامجهم ومعتقداتهم، تتصدر الطائفة والمذهب والأثنية الأولوية لديهم، وتصبح هي المسرح الذي يجب أن يقف عليه الجميع، كما تحشد كل الإمكانيات كي تصبح هي المقياس للولاء وهي خط الشروع الواجب على الجميع للانطلاق من نقطته. هذا الفهم في الحقيقة كان غريبا على المجتمع العراقي. يعني العودة إلى التاريخ العراقي الحديث على أقل تقدير نجد بأنه لم تأخذ الطائفة أو القومية أو الإثنية أو المذهب أي وظيفة سياسية، لكن الاحتلال في برنامجه أعطى لهذه الهويات الفرعية وظائف سياسية، وبالتالي أصبحنا نرى بأنه هذا التتبع في الحقيقة نحو هذه الهويات الفرعية وترك الهوية الخارجية. إذن في حقيقة الأمر أنه لا يوجد في التاريخ العراقي وظيفة سياسية للهويات الفرعية، للطائفة، للإثنية، للمذهب ولغيرها، وبالتالي لا يوجد في الوعي الجمعي للمجتمع العراقي أنه هنالك الانتماء الطائفي يتقدم على الانتماء الجمعي أو على الانتماء الوطني. وبقت هذه النقطة في الحقيقة ضعيفة في وعي الناس. صح هنالك هذا الهجمة الغير متوقعة منذ 2003 وحتى مراحل متأخرة من هذا الزمن، كانت هنالك ورش تفكير في الحقيقة لهذه الأحزاب الطائفية تحاول القول بأنه هو هذا الواقع، يعني ما ترونه اليوم على أرض الواقع من فعل طائفي، من ممارسات طائفية، من ممارسات أثنية وغيرها، هو هذا الحقيقة. لكنه المشكلة الأساسية أنه حركة التاريخ داخل المجتمع العراقي مخالفة لهذه التحركات، وبالتالي بقت موضوعة الطائفية ضعيفة. صح كان هنالك عملت هذه الأحزاب على استفزاز الغرائز الطائفية لبعض الناس، استفزاز الهويات الفرعية لديهم، أخذين بنظر الاعتبار أنه الدولة لا توجد على أرض الواقع، وبالتالي طبيعة الإنسان أنه عندما لا يوجد هنالك من يحميه يتجه إلى الهويات الأقل لكي تحميه. لذلك اتجه المجتمع في أوج هذا الصراع، في أوج هذا التفكير أو هذه الحزمة
الكبيرة جدا المتسلطة على الشعب لإفهامه بأنه الطائفة هي قبل كل شيء، اتجه المجتمع اتجاهات مختلفة، البعض ذهب إلى الطائفة والبعض ذهب إلى العشيرة والبعض ذهب إلى القبيلة والبعض ذهب إلى الإثنية، لكنه بقيت موضوعة الطائفية ضعيفة داخل المجتمع العراقي لأنه مجتمع متعدد في الحقيقة. نعم. هذا التعددية داخل المجتمع العراقي على الرغم من أنه علم السياسة يقول بأنه التعددية صعبة في المجتمعات، لكنه التعددية في المجتمع العراقي لكونها عميقة في التاريخ صهرت الجميع تحت هذه في هذه البوتقة. يجب أن نذكر بأنه كل المؤسسات في الدولة العراقية قبل عام 2003، يعني منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى عام 2003، كانت مصممة كبوتقة لصهر التعدديات وصهر الهويات الفرعية، وبالتالي فشل التفكير الطائفي، فشلت الممارسات الطائفية وأصبحت ضعيفة كما نراها اليوم. كان أبرز دليل على هذا الموضوع أنه الاتجاه المضاد للطائفية. نعم. هو خرج من مناطق الجنوب بينما كان أشكرك. هناك تثقيف. هذه نقطة مهمة، هذه أيضا نقطة مهمة نسأل عنها أيضا ضيفنا الدكتور عبد الحميد العان الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. دكتور عبد الحميد، الآن الطائفية في العراق الآن أضعف، أقل جاذبية، أقل تأثير في المجتمع، ليست بالقوة التي كانت عليها بعيد الغزو الأمريكي عام 2003. الآذان المجتمعية لم تعد لها أسواق، بضاعة غير مرغوب بها، بل تشعر المعروض عليه بالإشمئزاز والتقزز. هذا الانقلاب الكبير يعني كيف جرى في هذا المزاج الشعبي مع الطائفية بهذا الانقلاب الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين والضيوف الكرام. لابد من تمهيد قبل البدء بهذا الحديث هذا الموضوع، لابد أن نفرق بين الانتماء المذهبي والتعدد المذهبي وبين الطائفية التي هي سلوك، وفي الغالب هي باتت تعرف هذا الطائفة لما نقول طائفية بات يعرف أنها سلوك سيء وهو إقصاء الآخرين، وهذا الإقصاء يتنوع إما من إقصاء فقط سياسي أو ربما يتطور هذا الإقصاء إلى إقصاء من الحياة فيكون هنالك حرب دموي. لذا لا مانع أن يكون هنالك تعدد مذهبي في أي بلد من البلدان ومنها العراق. وطيلة السنوات، طيلة تاريخ العراق منذ نشأة الإسلام إلى الآن، كان هنالك تعدد مذهبي وتعدد فكري وتعدد تعدد فكري طبعا في شتى الأنواع حتى العقائدي وغيرها. أما الطائفية التي ظهرت فهي قرينة بالاحتلال، هي قرينة بالاحتلال، وهي مظهر من مظاهر هذا المشروع السياسي للاحتلال، والذي كان مظلة الأدوات التي دخلت في المشروع السياسي للاحتلال الأمريكي وبالتعاون طبعا مع جارة السويرة. هذه الأدوات استخدمت الخطاب الطائفي لتحريك العواطف لدى الناس. الناس لديها انتماء، يوجد انتماء مذهبي، لكن تحريك هذا الانتماء المذهبي، اللعب على عواطف الناس مذهبيا وتحويل جزء منهم إلى عداء، كان هذا هو نوع الطائفية التي هي المطلوبة. في بداية الاحتلال كان هنالك عدة عوامل رأينا بسببها استجابة جزء من المجتمع للأسف وتناغمهم مع هذه الأحزاب، مع طروح وعروض هذه الأحزاب السياسية لعدة اعتبارات، ليس هذا مكان الحديث عنها. لكن سؤالك الآن، لماذا تراجع هذا الاستجابة؟ نعم. لماذا تراجع هذا تأثير لهذا الخطاب لدى الشارع العراقي، لأبناء الشعب العراقي، ولا سيما لدى شريحة الشباب الذي حطمت هذه الأصنام، أصنام الطائفية؟ السبب هي هذه الأحزاب ذاتها. فهذه الأحزاب التي استخدمت هذا الخطاب الطائفي، استخدمته غطاء من أجل تحقيق مصالحها. لأنه بالمناسبة هنا أيضا لا يفوتني أن أقول أن الطائفية فيها جانبين،
جانب الإقصاء الذي تحدثت عنه إقصاء الآخر، والجانب الآخر هو نصرة وتعزيز المذهب والطائفة التي ينتمي إليها هذا الحزب. هذه الأحزاب السيئة في هذه العملية السياسية هي مارست من الطائفية الجانب الأول وهو الإقصاء للآخرين فقط، ولكن لم تمارس أو لم تفعل الجانب الآخر وهو تعزيز المذهبي، تعزيز المكانة المذهبية لمن يدعون أنهم جاءوا لنصرة هذا المذهب أو هذه الجماعة وغيرها. لذلك أدرك الشعب العراقي أن هؤلاء الذين يدعون أنهم جاءوا لنصرة المذهب ويتحدثون بالطائفية ويتحدثون بالقومية ويتحدثون بالمناطقية، طبعا كلها هي طائفية مذهبية وطائفية قومية وطائفية حزبية ومناطقية وغيرها. نعم. هذه الأحزاب اتضح من خلال سلوكها أنها تخدع الناس بهذا الخطاب، والغاية هي تحقيق مصالح هذه الأحزاب وهؤلاء الأشخاص أحيانا، وتحقيق مصالح الأجنبي على حساب أبناء الشعب العراقي. فالذي يتحدث باسم هذه الطائفة كان سببا في الإضرار بهذه الطائفة، الذي يتحدث باسم هذه المدينة كان هو السبب من خلال سرقاته وفساده وتعاونه وجرائمه هو السبب في أنه يحتل الكارثة على أبناء هذه المدينة وأبناء هذه المنطقة وأبناء العشيرة وأبناء الطائفة وغير ذلك. لذا سلوكهم السيء واستخدامهم لهذه الطائفية المقيتة يعني على ذكر ووعي الناس المتنامي جعلهم يصلون إلى هذا الرفض الواضح لهذه الطائفية. أشكر دكتور رافع الفلاحي. هذا التراجع والتقهقر في الطائفية الآن بعد كل هذه السنين، يعني هناك من يقول أنه ليس مردها إلى تصاعد الوعي الوطني، استيقاظ الوعي الوطني بعد فترة سبات حوالي 16-15 سنة، وإنما بسبب السلوك على ذكر دكتور عبد الحميد، هذا السلوك في إدارة الدولة من القوى الطائفية التي أوصلت البلد إلى حالة من التردي والانهيار الكامل على كل المستويات. أصبح هناك ردة فعل عنيفة من المجتمع على ضد هذه القوى التي أوصلت البلد والمجتمع إلى هذه الحالة، ولو سارت إداريا بالاتجاه الصحيح ربما لما رأينا العودة إلى الحالة الوطنية، حتى لا نغرق في الكلام الرومانسي الوطني. لولا هذا التردي لما كان هناك وعي وطني كالذي موجود الآن، وفي حالة اشمئزاز وتقزز من الطائفية وخطابها وأصواتها ودعاتها. جزء من هذا الكلام أستاذ ماجد صحيح حقيقة ولا يمكن إنكاره، هذا واقع حال. نعم. لكن دعني أقول أنه يعني الفكرة السياسية، الفكرة الطائفية السياسية كانت فكرة شاذة وغريبة على المجتمع العراقي. الشعب العراقي المجتمع راقب هذه الفكرة، لم يتقبلها أو تعامل معها بحساسية شديدة، وكان ينتظر نتائجها. هي أساساً فكرة شاذة وغريبة يقبلها بالقوة، بالإجبار، بالقوة الجبرية، بوجود هذه الأحزاب دفعتها بهذا الشكل المجتمع، كانت موجودة وصلت إلى الوجود وعليها نتعاطى معها. مقابل هذا، مع مراقبة المجتمع والشعب لهذه الفكرة الشاذة، كان يراقب الأداء، وهو هذا ما تحدث عنه الدكتور عبد الحميد، يعني وهو كلام صحيح. لاحظ الأداء في هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة بالتالي هي فكرة سياسية وتعبر عن دعم وتعبر عن مظلومية وحديث من هذا الشكل، ومحاولة لإحياء أشياء جديدة ولتقديم ما لم يعني تعهد به الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية. بالتالي بعد مراقبة لسنوات طويلة وجدوا أنه هذه كذبة كبيرة، وهذه الأحزاب كانت تتاجر بهذه الفكرة لكي تتغلغل في المجتمع، وبالتالي لا مناص من تقبلها بكل عللها. نعم. وهذا يعودنا مرة أخرى، يعني حتى التظاهرات التي كنا نتذكر جميعا، التظاهرات التي خرجت في مناطق، يعني ودعني أتحدث هكذا بين هلالين،
مناطق سنية ومناطق شيعية، كانت تجد هذا، تجد صدى لهذا الموضوع. يعني هناك من يعني يتحسس من، مع انه المطالب عادلة، مع انه الهتافات عادلة، الشعارات عادلة، لكنه يتحسس في دعم هذه التظاهرات في المنطقة الفلانية لأنها تمثل طائفة معينة. نعم. كانت هذه الفكرة الشاذة تلعب، وذيول وأتباع هذه الأحزاب الطائفية وهذه الفكرة هناك من يستفيد منها يحاولون أن يدفعوا بهذا الاتجاه. فلذلك الحقيقة الوعي لا يتكون اعتباطا، يعني هي فعلا نما الوعي، هو بالنتيجة نتحدث عن وعي. الوعي لا يمكن أن ينمو بشكل لا إرادي، هذه جزء من محاولات الوعي لكي يعني ترتفع مناسيب المراقبة سأتحدث والمقارنة دكتور عن ثورة تشرين ودورها في تنمية أو تصاعد هذا الوعي الوطني وإضعاف الطائفية السياسية التي أسست بعد عام 2003. لكن طبعا هذا الحديث سيكون بعد توقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال هذا النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار. هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في إصرار قوى العملية السياسية على الطائفية والمحاصصة واستدعائهما كلما ضيق عليها الخناق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور مثنى عبد الله والدكتور عبد الحميد العاني. دكتور مثنى عبد الله، في نيويورك هذه القوى الطائفية لم تكتفي بإشاعة أو إيجاد أو تضخيم أو بعث الطائفية في المجتمع العراقي بعد عام 2003، بل هي تحاول أن تسوق أو تبحث عن شرعية تاريخية بين قوسين للطائفية السياسية في العراق عبر اتهام الدولة العراقية من عام 1921 وإلى 2003 أنها دولة، يقصد النظام السياسي، أنظمتها اللي تعاقبت كانت أنظمة طائفية، وبالتالي الطائفية السياسية ليست جديدة أو مستحدثة بعد عام 2003، بل لها جذور تعود إلى عام 21 وما بعد 21 في المراحل اللاحقة. هذا الكلام دقيق يعطيها العذر في إشاعتها وتضخيم الطائفية السياسية الطائفية عموما في العراق بعد عام 2003؟ يعني قبل إجابة على هذا السؤال، أرجو أن تسمح لي بالتعقيب على ما طرح من أفكار بالجزء الأول. أنا لا أتفق مع الفكر الذي يقول بأنه الممارسة السياسية للطبقة للمنظومة السياسية الطائفية التي حكمت بالعراق هي كانت العامل لدفع الناس للخروج وللمطالبة بالهوية الوطنية، بمعنى أنه لا يمكن القول بأن رفع الهوية الوطنية هو كان كرد فعل على ممارسة سياسية وقتية. هذا يجرنا إلى فهم آخر قائم على أنه الهوية الوطنية قائمة على المصلحة، عندما
أحصل على كافة الحقوق والامتيازات، ولهذه أصبح أنا وطني. وعندما لا وعندما لا 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 أملك العفو، عندما لا أملك الطبقة السياسية لا تعطيني المقاومات الأساسية، أرجع إلى الهوية الوطنية، وإذا تعطيني الطبقة السياسية المقاومات الأساسية للحياة أنا أتبع الطبقة السياسية وأصبح طائفي. هذا الكلام أنا لا أعتقد بأنه هو صحيح. أنا أعتقد كي أضرب مثل على هذا الموضوع، الشباب الذين خرجوا قالوا عدة مرات بأننا لم نخرج كمطالبين بحقوق محددة، نحن خرجنا ضد النظام السياسي، ضد المنظومة السياسية، ضد البنية السياسية. دكتور بمعنى حتى لا نقفز، دكتور مثنى، دكتور حتى لا نقفز إلى نقطة مؤجلة للنقاش سنناقشها، لكن نريد أن نناقش قضية هذا الاتهام للدولة العراقية من 21 إلى 2003 أنها دولة طائفية، وبالتالي الطائفية ليست جديدة، لم يخلقها، لم يصنعها الاحتلال والقوى الطائفية الموجودة الآن. نحن تحدثنا في بداية القول وقلنا بأنه لا ضير بأن تكون شخصا ما ينتمي إلى طائفة أو مذهب محدد لكنه ولاؤه للوطن، بمعنى أنه الولاء للوطن يجب أن يكون هو الأساس. المجتمع العراقي تكون تعددية، يعني مكونات المجتمع العراقي معروفة. لا دكتور، الاتهام للدولة أن هناك وطنية. أن الدولة، أن الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق، الدولة العراقية كانت تمارس أو لديها ممارسات طائفية مع مكونات أو لبنات من مجتمعها، هذا دقيق؟ لا هذا غير دقيق، وهذا مجانب في الحقيقة للحقائق والتاريخ. يعني عندما تقصي مكون ما في المجتمع يجب أن تقصيه ولا يظهر له أي صوت. يعني لو نظرت إلى التاريخ العراقي تجد بأنه في بداية تشكيل الحكومة العراقية 5 رؤساء وزراء كانوا من المكون من المذهب الشيعي، 5 رؤساء وزارات. وبالتالي حتى في تشكيلات الحكومات الأخرى على العهدين العارفيين والعهدين ما بعد العارفيين كانت هنالك وزراء وكان هنالك موجودة في الدولة العراقية، ولم تكن هنالك إقصاء أو تغييب أو تهميش لطائفة محددة أو لأقلية محددة أو لقومية محددة. هذا منافي للحقيقة، لكنه التعكز على هذا الموضوع في الحقيقة، لأنه هذه الطبقة السياسية عندما أتت لم تجد هنالك البنى التحتية للتفكير الذي تؤمن به، وبالتالي حاولت تزوير التاريخ وتزوير حقائق التاريخ الحديث في الحقيقة، مو القديم، وحاولت أن تتركز على هذا الموضوع. لذلك حتى تحاورنا في حلقات ماضية حول موضوع تزوير ثورة 20، وقلنا بأن هذا الموضوع هو محاولة لإبعاد صورة الوطنية على كل الأنظمة السياسية التي حكمت العراق منذ تكوين الدولة العراقية وحتى عام 2003. لماذا؟ لأنه عندما تدفع الهوية الوطنية عن هذه الأنظمة السياسية التي توالت على حكم العراق، سوف يكون هنالك مبرر لهذه الطائفية السياسية الموجودة اليوم على سدة السلطة لكي تقول هو هذا الصحيح، الممارسة السياسية الطائفية التي نمارسها اليوم هي هاي الصحيحة. لماذا؟ لأنه على طوال التاريخ كان هنالك إقصاء وتهميش لهذه الطائفة ولهذه القومية. هذا في الحقيقة هو تعكز على شيء غير موجود في المجتمع العراقي، وحتى المجتمع العراقي كانت هنالك فيه صور رائعة، يعني بعد عام 2003 وحتى إلى اليوم مضادة وبالنقيض تماما من كل الصور التي يرسمها هؤلاء الطائفيون. المشكلة الأساسية في المجتمع العراقي أنه الهجمة كانت على المجتمع هجمة لا توجد أمامها متاريس في الحقيقة. كان هنالك كل شيء أتى فجأة، كل شيء أتى بقوة عظمى في الحقيقة، وكانت هنالك ورش تفكير. أشكرك دكتور. واسعة تضخم. نعم. كل شيء. نعم. هذه الهجمة الكبيرة التي ربما تمكنت من المجتمع لفترة ما، ثم يبدو المجتمع استعاد عافيته الوطنية، ولذلك الآن في حالة نفور من الطائفية. دكتور رافع الفلاحي، بلا شك أن الطائفية في العراق يعني الحقيقة تلقت ضربات عديدة
عديدة، لكن الضربة الأقوى كانت هو بثورة تشرين والشعارات والهتافات التي رفعت في هذه التظاهرات المركزة على قضية الوطنية، على قضية الانتماء إلى العراق، ومحاولة إبعاد والاشمئزاز والتقزز من أي خطاب أو مفردات طائفية أو عرقية. كيف كانت يعني هذه المساهمة، كيف ساهمت ثورة تشرين في يعني إبعاد الطائفية، إضعافها، انزواءها؟ الوعي المجتمعي أستاذ ماجد، الوعي الشبابي هذا الذي خرج وفجأة وربما فاجأ الكثيرين، فاجأ الجميع ربما بالطريقة التي خرج بها في ثورة تشرين، كان قد اكتشف أنه هذه الفكرة الطائفية، هذه الأحزاب الطائفية، هذا الإطار الطائفي الذي حكموا به ويحكمون به وأرادوا أن يعمموه على كل العراق وعلى كل المجتمع العراقي، كان فكرة فاشلة، فكرة مدمرة، فكرة شاذة، وهي من صادرت حياة الناس، صادرت استقلال العراق، صادرت استقلال العراقيين، سيادتهم، كل منجزاتهم. هذه الفكرة كانت تخفي وراءها مشروعا للتدمير. هذا الشباب الصغير اكتشف كل هذه الفكرة، لذلك طالب بإزاحة العملية السياسية كلها، لأنه هو كان قناعته من البداية أنه هذه الطبقة السياسية هي المسؤولة عن إشاعة هذه الفكرة الطائفية، والفكرة الطائفية تنحصر في هذا الإطار السياسي وليس في المجتمع، لذلك ثاروا عليها وأرادوا إزاحتها، إزاحة هذه العملية السياسية، إنهاءها، وطالبوا بعودة الوطن، نريد وطن. هذه يعني هذا الشعار نريد وطن فيه معاني كثيرة، وواحد من معانيه الكبيرة أنه يريدون وطن خارج إطار هذه المحاصصات، وخارج هذه إطار هذه الفكرة الطائفية المخربة المدمرة اللي يعني يكمن وراها مشروع لتخريب العراق وسرقته ونهبه. لذلك هذا الشباب عبر عن وعي ربما في وقت غير طبيعي، يعني بعد 15-16 سنة من الضخ الإعلامي، من الضخ المشوش، من التضليل، من الكذب، من القتل، من التهجير، من الإزاحة، من التغيير الديموغرافي، يخرج هذا الشباب وهو من الحاضنة التي تدعي الأحزاب أنها حاضنتهم، يعني من الحاضنة الشيعية في غالبيته، يخرج ليشتم هذه الطائفية ولا يقبل بها وينكرها ويطالب بوطن ويرفع راية واحدة. إذن بوعيه وارتفاع منسوب وعيه جعل يعي أن الهوية الواحدة هي الأساس، وأن المشروع الوطني هو الأساس اللي خلصه. أنت تحتاج العراق، تحتاج الوطن، تسترد الوطن، عليك بهوية واحدة، بعلم واحد، مجتمع واحد، لا مجتمعات متفرقة، لا جزر متباعدة متقاتلة فيما بينها تحمل الأفغان والعداوات لبعضها مثلما أراد هذا المشروع الطائفي. هذه هي الحقيقة التي جرت في ثورة تشرين. لذلك كانت فكرة الثورة فكرة رائعة جدا وتبناها الشعب، وما زالت حية وما زالت تعد بأنها قادرة على الانتصار، لأنها تشكل خلاص العراق والعراقيين. لا يمكن أن العراق أن يخلص، أن ينتهي من هذه الكارثة، أن يخرج أهل العراق من هذا النفق المظلم إلا بهذا الإطار الوطني، بهذه الراية الوطنية التي تعلو على هذه الفكرة الطائفية وتدوس هذه الفكرة الطائفية تحت أقدامها. ولا المجتمع من البداية مثل ما قال الأخوة فيه سنة وفيه شيعة وفيه أكراد وفيه لا ضير في ذلك، وكل المجتمعات مكونة من مكونات كثيرة، لكن لماذا في العراق وكأنها حالة شاذة وكأنها حالة غريبة ويجب أن نصب لها دستورا معينا وإطارا معينا لكي نتعايش مع هذه كذبة كبيرة؟ العراق تعايش مع هذه المكونات، مع المذاهب، مع الأديان سنوات وسنوات وعقود، ولم يكن هناك شيء يستوجب أو يسجل في التاريخ أن هناك مثلبة، لكن بعد 2003 ظهرت هذه المثلبة، ظهر هذا الفكر الكسيح
اللي ثار عليه ثوار. أشكرك واضح. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، لعلك تابعت ردود الفعل الساخطة والغاضبة على إدراج المذهب في قوائم قبول الكلية العسكرية في العراق، بعد ذلك اضطرت وزارة الدفاع لإخفاء هذه الخانة، وبعد ذلك رئيس الحكومة أصدر أوامره بإلغاء هذه الخانة بسبب ردة فعل مجتمعية ساخطة وناقمة ورافضة لمثل هذا التوجه. تعتقد القوى الطائفية التي تعكزت على 17 سنة على الطائفية توقفت عند هذه ردة الفعل العنيفة هذه، قرأتها جيدا بزاوية مختلفة، وأنه الجدران الطائفية لم تعد حامية للتمترس، تتمترس وتهرول خلفها القوى الطائفية أو سببا للقبول، تتوقع أنها قرأتها بشكل مختلف هذه المرة؟ للأسف هذه الأحزاب لا تقرأ ولا تكتب، هي أمية، لديها أمية سياسية وأمية مطبقة، هي أدوات تنفذ وليس لها. دكاترة دكتور عبد الحميد، كلهم دكاترة. أي هذه أصبحت الدكترة، هذه أصبحت الدكترة تباع وتشترى في الشوارع للأسف، والعبرة لا بالألقاب وإنما بالأعمال. فهذا طبعا ليس كلامي وإنما كلام الشباب الواعي من أبناء العراق الذين أفرزت الأيام عن وعيهم الشديد. وأنا بالمناسبة قرأت في تعقيب الدكتور مثنى حقيقة تعقيب مهم جدا على كلامي، لأنه القضية أنه هي ليس فقط سوء أداء هذه الأحزاب. نعم. الذي أدى إلى الوعي، سوء الأداء هو أزال السحر عنه، لأنه الأصل هو الفكرة القومية، الهوية الوطنية عند الجميع. لذلك نرجع على هذه الأحزاب التي لا تقرأ ولا تكتب، إنما هي تنفذ، فهي لم تتعظ بأي درس من الدروس الماضية، لذا نراها أنها دائما متمسكة بهذا الطريق، لأنه هذا يعني الخطاب الطائفي هي يتناغم ويتوافق مع طبيعتها للأسف، طبيعتها السوداوية، وأيضا هو الذي الخط الذي رسم لها في هذه العملية السياسية من أصحاب المشروع الكبير من الاحتلال الأمريكي والإيراني الذين يريدون تنفيذ هذا المشروع وتنفيذ هذه الأدوات الطائفية لدى في العراق تحديدا. لكن هذا الوعي المتزايد الذي يتصاعد يوما بعد يوم لا نجد له صدى عند هؤلاء، لكن الصدى الكبير هو في تنامي هذا الوعي عند أبناء الشعب العراقي، وهذا التنامي يمتد أفقيا وعموديا. وبالمناسبة هنا ربما أحد الأسباب المهمة في هذا التنامي هذا الوعي أيضا هو قضية القوى الوطنية التي لم ترضخ منذ 2003 إلى الآن، لم ترضخ لا للوعود لا للترغيب ولا الترهيب، لم تخفها كل الترهيبات السابقة من الإقصاء والتعذيب والقتل والإبعاد وغير ذلك، ولم أيضا ترتخي وتخضع للترغيب مع طبعا بعض الأفراد للأسف. نعم. يعني ضعفوا وذهبوا إلى سال لعابهم إلى بعض المناصب مع الأسف، لكن القصد أن هذا الخطاب الوطني للقوى الوطنية. نعم. ومنصاتها الإعلامية أيضا له كبير الأثر على تزايد هذا الوعي وتثبيته. أشكرك. لدى أبناء الشعب العراقي، وهو المؤول عليه إن شاء الله تعالى والمعول. نعم. دكتور مثنى عبد الله، تتوقع أن هذه القوى الطائفية ستستمر في أن تعتاش أو الاعتداش على إثارة النعرات الطائفية ومحاولة استدعائها كلما ضيق عليها الخناق، حشرت في زاوية وطنية على الرغم من إدراكها أن الطائفية الآن بضاعة كاسدة لا مشتري لها، لا مشترون لها، كما كان الحال بعد عام 2003 وربما حتى لسنين يعني قليلة قد مضت؟ تتوقع أنهم سيستمرون في ضوء طبعا معطيات على الواقع ما جرى مع الكلية العسكرية ووزارة الثقافة؟ يعني أنا أعتقد بأنه هذا المشروع في الحقيقة ليس من السهل تداركه في الوقت الحاضر، لأنه ما زال المفكرون في هذا الاتجاه موجودون على سدة السلطة، وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن أنه رئيس الوزراء أمر بحذف هذا الموضوع أو ما أعرف منه حذف الموضوع، الحقيقة هذه كلها لا معنى له، هذا كلام لا معنى له. لماذا؟ لأنه
هم ينطلقون من موضوع أنه التوازن الوطني الذي يؤكد عليه الدستور. إذن عندما يلغي رئيس الوزراء فقرة الطائفة أو الوزير يلغي فقرة الطائفة، هذا إجراء شكلي، هذه شبه مكرمة لا معنى لها. لماذا؟ لأنه العلة هي موجودة في الدستور، الدستور يتحدث عن التوازن الوطني. ما معنى التوازن الوطني؟ هم يفهمون معنى التوازن الوطني بهذه الشكلية، يجب أن تكون حصة لهذا الطرف 30% والآخر 40 والآخر 60 والآخر 70. هذه في الحقيقة الأحزاب الطائفية الموجودة اليوم في سدة السلطة لا تستطيع التخلي عن هذا المنهج، لأنه هي البنى التحتية لهذا المنهج، وبالتالي لابد من إزالة هذه البنى التحتية. اليوم هنالك تعويل كبير على شباب ذوي مشروع للتغيير وليس للإصلاح. هم يدركون هؤلاء الشباب جيدا بأن المستنقع الذي وقع فيه العراق لن ينفعه التجفيف. ردم المستنقع هو الطريق الوحيد كي يتم استعاده الاستتار على مشهد العملية السياسية القادمة. المفارقة أن هذه القوى في كل مرة تقدم كما يقال وقودا مجانيا لهذه الثورة بهذه الممارسات، محاصصة أو طائفية أو نفس الممارسات والسلوكيات عام 2003، وهذا يعني وقود مضاف إلى الثورة. في كل التاريخ أستاذ ماجد كان الرأسمال الرفضي للشباب هو الممكن الرئيسي في عملية التغيير. نعم. وكان الشباب هم دائما حملة راية الرفض، لذلك قادوا فصولا تاريخية ومارسوا أدوالا بطولية. اليوم هدف الشباب العراقي هو بناء الدولة الوطنية الحديثة، لأنهم يدركون أنها الحاضنة الرئيسية لحقوق المواطنة، كما يدركون لا وجود للمواطنة في دولة غير وطنية. لذلك ما يتعكز عليه هؤلاء القادة أو هؤلاء الزعماء السياسيون الطائفيون والعودة مرة ثانية إلى هذا من طائفة وذاك من طائفة، ويجب أن تكون الوزارة الفلانية فيها النسبة كذا ونسبة للطرف الآخر كذا، في الحقيقة هذا ليس بفعلهم، هذا مفروض عليهم، وبالتالي هم البناة الحقيقيون لهذا المشروع ولا يمكن أن يتخلوا عليه. لذلك سوف نجد مرات ومرات أن تظهر هذه الأبواق مرة ثانية، لأنه الملهم الفكري لهذا المشروع موجود، وهو موجود في إيران وموجود في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. نعم دكتور رافع الفلاحي، هذه القوى الآن متوجهة تقترب من انتخابات برلمانية ستجري في العام القادم في الشهر السادس، تذهب إلى هذه الانتخابات بلا منجز على كل المستويات، حالة من الانحدار والانحطاط على كل المستويات. سابقا كما قال بهاء العرجي كنا نتعكز على الطائفية والمشروع الطائفي والعرقي، الآن هذه بضاعة مرفوضة تهاجم من قبل المجتمع والشباب. هذه القوى يعني ما هي، ما الذي في جعبتها لتذهب إلى الانتخابات القادمة في الشهر السادس؟ أعتقد أن الوهم في جعبة، لأنه إذا مثل ما يعني نقرأ الواقع هم يراهنون على نفس الشيء، يراهنون على نفس الأداء، يراهنون على أن يبقى الوضع على ما هو عليه ويمضوا الطريق إلى الانتخابات. هذا يعني يتجاهلون ما حصل في العراق من التغيرات، يتجاهلون ثورة تشرين، يتجاهلون هذا الشباب كم قدم من تضحيات، زيادة الوعي. سيذهبون إلى هذه الانتخابات وينسون تاريخا قريبا، عام 2018 82% من العراقيين قاطعوا الانتخابات. إذا ما ظل الحال على ما هو عليه وماضين إلى هذه الانتخابات سيقاطعها 92% من العراقيين، فبالتالي المقاطعة شاملة ستكون، ستسقط انتخابات، ستسقط أحزابهم مهما حاولوا. هذه عملية وهم، هم يتسلحون بالوهم ليس أكثر، يحاولون بالبندقية، بالقناص، بالقاتل، بالميليشيات أن يمضوا بالطريق وصولا إلى الانتخابات، لكي يقولوا أنه يعني حققنا للشعب ما يصبو إليه. لكن الشعب في نفس الوقت يريد انتخابات نزيهة، انتخابات بإطار وطني، انتخابات تؤهله لأن يحكم نفسه. هذه غير موجودة، ما زالت الأحزاب هي من تعد القانون، هي من تشكل الانتخابات، هي من ترعى الانتخابات، هي من تحمي الصناديق، هي من تعلن النتائج. فبالتالي لم يتغير الحال، الوهم هو الوهم،
وماضين في هذا الطريق وماضون في هذا الطريق سيوصلهم إلى 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 النهاية. الحقيقة الشعب الآن أمام مهمة كبيرة هم لا يدركونها، هذه الطبقة لا تدرك أن الشعب الآن يقف يعني متسلح بمهمة كبيرة جدا هي الخلاص منهم، الخلاص منهم. هم يعتقدون أن الانتخابات القادمة ستؤهلهم للمضي بالعملية السياسية إلى آخر المشوار، وهذا وهم كبير الحقيقة رغم كل الدعم الإقليمي والدولي. لكن بالتالي من سيقرر نتيجة العراق هم أهل العراق، وأهل العراق لا يقبلون بهذه النتيجة نهائيا. في عام 2018 لم تكن هكذا ظروف، لم تكن ثورة تشرين وقطعوا 82%. ماذا سيفعلون في انتخابات هي صورة مكررة من انتخابات 2018 والتي قبلها؟ بالتأكيد سيخسرون، هذه الطبقة السياسية ستخسر، ووهمها سيقودها إلى الحضيض. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي، وشكرا للدكتور مثنى عبد الله استاذ العلوم السياسيه كان معنا عبر سكايب من مدينه نيويورك في الولايات المتحده، وشكرا للدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئه علماء المسلمين في العراق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه، حتى نلتقي في حلقه جديده في الاسبوع القادم. في امان الله.